بعد الالتحاق ديالي بكنزوم وقع واحد الخلاف داخل الموقع من طرف الاخوه، نشأ موقع اوريون 24، التحقت اشتغل باوريون 24 في نفس المشكله وقعت لي مع الاخوه، ماشي الاخوه المدير ديال موقع اوريون 24 ولكن كما نقولوا بعض الاخوه داخل الموقع وقع لي معهم واحد الخلاف. من بعدها التحقت بجريده الجاسور مدينه وجده، اشتغلت معها واحد المده، رجعت نشتغل مدينه بركان موقع بركان اونلاين، وبعد بركان اونلاين اشتغلت مع الاخ حمزه والخير في موقع رياضه بريس، ولحد الان كنساعدو كنشتغل معاه، ولكن اسست موقع عالم اونلاين اللي كانت الهدف من هذا الموقع هذا، لان الاخوه كثير طلبوا مني انا اسس موقع عنده علاقه ببركان، بركان 24، بركان شي حاجه هكا، وكانت عندي الفكره ديال انني نأسس موقع بركان تي في، لان انا كانت الحلم ديالي انني نفس كما شفت تي في وطنيا تكون بركان تي في اللي تشتغل هنا المدينة، ولكن جات الفكرة ديال العالم اونلاين باش انا تخرج بركان العالمية، وكنشتغل على هذا الاساس انني باغي نخرج بركان بهذه المنطقة وبهذه الحدود العالم كله باش عارف شكون هي بركان. الظاهرة واش هي إيجابية سلبية، ولكن خاصة تكون إيجابية باش تكون تنجح في الحاجة. هو في الحقيقة باش تكون عندك جريدة إلكترونية وتشتغل المجال مفتوح، ما كانش شي قانون منظم في السابق، نقول لك في السابق ما كانش شي قانون منظم يحدد كيفاش أن الإنسان يمكن يلتحق في هذا الركب ديال العالم الإلكتروني وديال الجرائد الإلكترونية. وحتى لو انك جيت وفرضت قانون انه يحدد بعض القوانين اللي تمنع الصحافه الالكترونيه وكذا، انت كونك في الظل اللي كنعيشوا حنايا، الظل هاد الشح ديال المعونات، لا من طرف السلطات ولا من طرف الشركات ولا حتى من طرف الاشارات، كيخليك واحد الوقت كتشتغل واحد المده وانك كتوقف وما تقدرش تغطي المدينه كلها، لان ما عندكش امكانيات انك باش تخرج لباقي الاحياء وباقي المدن، خصك وسيلة التنقل، خصك الكونيكسيو، خصك البي سي، خصك بزاف ديال المعدات باش انك تشتغل، المعدات غالية، الكاميرا غالية، يوم كاميرا رخيصة، لاباري تقدر تشتغل بها كدير مليون ولا 500، لاباري هادي باش انك تصور الماتش وتصور بزاف ديال الامور، يعني خصك تعمل غير 5 مليون باش تدير الماتريال، ما كانش اللي يعطيك هذا المبلغ باش تشتغل، هذه 5 مليون ديال الماتريال ديال الكاميرا وحدة، يعني لي بروجيكتيف ديالها، الكاميرا ديالها، كما نقولوا البوسبي ديالها، بزاف الامور، الساك ديالها، الباتريات ديالها، لي كارت ميموار ديالها، يعني هذه بلوس خصك بيرو، خصك بي سي يكون في المستوى، خصك بزاف الامور، هذا الشيء كله خلي ابار غير باش انك تنقل من الحي للحي وانك تتواصل مع الناس وانك تشتغل، خصك تخوي راسك 24 ساعه 24 ساعه، بلوس انك تصور، خصك تجي للدار، خصك دير المونتاج، خصك تسمي المقال، بزاف الامور باش خصك بزاف الامور، يعني خصك تخوي راسك ما تكون عندك لا عائله لا حتى شي حاجه وما تقدر تقوم وما تقدر تستمر، خص الاشتغال ديال ليكيب، خص الاخوان انهم يجتمعوا داخل واحد الاطار باش انهم يخدموا المدينه، باش انهم يقدموا واحد المنتوج اللي في المستوى اللي حنا كنطمحوا له كنهدفوا له اننا نقوموا واحد المنتوج اللي يشرف المدينه. في هذه العيشه اللي كنعيشوها اليوم حنا كمواقع الكترونيه كنظن صعيب باش اننا نتحدوا، ربما كل واحد كيفاش كيشوف العمل الصحفي بالنسبه ليه وكيفاش التصور العام ديالو، حد لا مازال ما اجتمعناش وما عرفناش علاش ما اجتمعناش، يعني لحد الان السؤال ماشي كنقول كودي باقي الاخوه ما ماشي مزيانين ولا مزيان، ولكن كنقول كودي لحد الان ما عرفناش كيفاش اننا نجتمعوا ونكونوا واحد الفريق اللي ممكن انا من بعد نقولوا عندنا واحد الموقع قوي اللي يقدر يمثل المدينه ويشرف المدينه ويكون موقع عنده لي بيلي صحاح داخل المدينه، ممكن انه لا تطرق لشي موضوع، ممكن انك كما نقولوا تكون هناك خطوط حمراء اللي من بعد السلطه تتحرك على قبالها. اليوم حدنا كان مجهودات ديال الافراد، يعني الشباب كيشتغلوا كيقوموا بعض المجهودات فرديه. سؤال جريء ولكن حتى الجواب منه يحتاج الى جرأة، ربما
مش كود لا أملكها، ولكن هناك بعض الأمور اللي كتكون يعني داخل قلب الإنسان ما يقدرش يتطرق لها، ولكن يقول كود هناك العديد من الأمور كمقصود ديال التحرير ديال الموقع. ولكن بعض الأشخاص كتوقف يعني في بعض المراحل أنك تلقى أنك كما نقولوا ماشي خيانة، ولكن ربما هناك تخاذل، ربما هناك كما نقولوا بعض النقاط، وهذا الشيء كلشي كنمروا به. مهما كانت عندك الجرأة، مهما كانت عندك القوة، كتجي واحد المرة كتوقف ما كتقدرش تطرق لشي مواضيع، ماشي خوفا، ولكن بعض المرات كتجيك بعض كما نقولوا ما عارف كيفاش نشرحها، يعني ماشي صعيبة، ولكن كما نقولوا هذاك المصطلح ما عرفوش. بعض المرات كتوقف عاجز بعض المحطات، اما ان ماشي متردد، يعني بعض المرات يعني كيجيك شي مقال ضد صديق، ضد قريب، ضد كتلقى راسك انك هذيك العلاقه اللي عندك مع شخص اخر كتفرض عليك انك ما تطرقش الموضوع، ولكن ما يخليكش انك كما كنقولوا تخدي لك السيد اللي جا قصدك، كان ربما تحاول انك تصلح ما بيناتهم، تحاول انك كما نقولوا تطرق كيفاش انك تصفي القلوب، ولكن ما تفرضش عليك انك تقول له دير ما خصكش، ما خصكش بهذا المقال، ما خصكش هذا. لان بعض الاخوه كيجيو عندك باش كتب مقال ضد داك السيد تشوهو، يعني كيكون غادي نجي نشوه هذاك السيد في الصحافه، وهذا هو الخطا اللي كيرتكبوه الاخوه وكذا. الصحافه يعني الدور ديالها انك تنصفك، تخرج القضيه ديالك للاعلام، لان ربما ما تنصفش على القضيه، ولكن انك باش انك تجي تشوه السيد لا تجي انك غير باش تنشرو في الاعلام، باش انك تشوه الاسم ديالو، هذاك واخا يكون ظالم ما نقدرش نديرها انا. يعني الصحافه الالكترونيه يعني رغم العدد الكبير يعني مازال ما وصلش انها تاثر يعني في الحق السياسي اللي كان يتحرك في الكارثه ديال المسؤوليه. وصراحه يعني الموضوع ديال المدينه والتطرق الى مشاكل المدينه يحتاج الى جهد كبير. وكنا تطرقنا انا والصديق الاخ منير الطرش وبعض الاخوه، ولكن هو اللي كان غامر معايا في هذه القضيه. كنا كنمشيو كالليل كنصوروا بزاف ديال الاحياء، المشاكل ديال المدينه، الازقه، الازبال، الماء اللي كان كيضيع، العديد من الاماكن في المدينه كانت تعاني من هذا المشكل ديال الماء المثقوب، يعني السطل المثقوب كما قلت انت في واحد المقال ديالك. العديد من الانابيب كانت كتطير واحد الثروه مائيه كبيره، ولكن ما كانش اللي كان يراقبها ولا كان يهتم لها، حتى الناس الساكنين ولا المجتمع المدني ما كانش كيهتم بهاد القضيه هذه. حنا تطرقنا لها في عده مواضيع في عده جهات، منها تحركت السلطه وتحركت الاداره ديال المكتب الوطني لصالح الشرب، وقاموا بواحد المجهود كبير وتم صلح اغلب الاعطاب ديال هذه، بل اكثر من ذلك تشكلت لجنه لمتابعه ومراقبه يعني هذه الخروقات او هذه الاعطاب ديال الماء. ولكن في نفس الوقت يعني بدل ما كنا الحمد لله يعني الساكنه وبعض الناس كانوا كيشكرونا، كانت هناك اتصالات، الناس كانوا يستحسنوا هذيك المبادره اللي قمنا بها، ولكن كان هناك سب وشت من طرف بعض الناس ديال سوق رصاي، واش داك القدس ديال الماء الا القادوس، يعني بزاف الامور اللي كتخليك بعض المرات كتراجع كتقول ودي شداني انا كنجري بالليل وبالنهار، كان الهم ديالي المدينه وبزاف الامور، كنت كتلقى لنا واحد النسبه كتعاير وكتسب، وهذه النسبه ما كنردوش عليها وما كنهتموش بها، لان العمل ديال اي واحد في هذه الحياه مرتبط ان هناك من سيشكره وهناك من سيذكره جميله ومعروفه، وهذه حرب. الترحال الاعلامي يعني انا كنت نقول لك اودي متسرع، ولا نقول لك اودي كما نقولوا كنت انفعالي، ولا انا واحد الشخص اللي الموقع بالنسبه لي هو واحد الوسيله اللي تعرف الساكنه والمسؤولين ما يقع داخل مدينه بركان. واغلب المواقع اللي اشتغلت فيها
كان كما نقولوا ما كانش المساحه مفتوحه، كل واحد كيفاش كيشوف الموضوع من الناحيه ديالو، هذا لا ما دير هذا كذا لا هذا كذا. الموقع من السيتو ديالي ورزقي كما نقولوا يحكي في احد كان مصفي جميع الاخبار، ما كانش عندي نقاط سوداء ولا هذه ما تكلمهاش ولا ما تطرقلهاش ولا هذه بلا حال ما تفتحهاش، يعني عالم اونلاين كان بالنسبه لي المجال مفتوح لجميع المشاكل ديال المدينه دون استثناء. كيف يعني هذا المجال الاعلامي الالكتروني واش وصل واش مازال ما مكلاش واش هو لم يركب بعد في قطار كما نقولوا النمو اللي كتعيشوا بعض المدن في المغرب وكذا. الاعلام الالكتروني مرتبط باشخاص هما كيسيروه، الاغلبيه منهم ما كنقولش ودي الجامع، الاغلبيه منهم يعني يفتقرون الى لغه التواصل، يعني باش تتعلم وتسير بالموقع ديالك للامام خصك تخلق علاقات وتخلص تخلق كما نقولوا واحد كما نقولوا هنا حنا واحد الفرصه للتحاور مع الشخص الاخر اللي ربما ما يقدم حتى شي اضافه ولكن ممكن تستافد منه. خصك دير علاقات مع الناس ديال الوجده، الناس ديال الناظور، الناس ديال الحسيمه، الناس ديال كازا، الناس ديال طنجه، تستافد منهم تتعلم منهم، يعطيوك معلومه يعطيوك اخبار يعطيوك كذا، تخلق غير علاقات صداقه ربما تستافد منها في المستقبل. يعني سيناريو خاص بك، يعني إذا جينا نقولوا خدمنا شي سيناريو يعني كلنا باش تخلق واحد المسير إعلامي، يعني المسير الإعلامي اللي بديت بها كان يخدم المصلحة العامة، يعني كانت هناك محاولة ما كانش نتائج ما طولوش، يعني كنت السيناريو اللي كتمنى أنه يعني السيناريو التجارب ديال حلفنا وقاسم أشلاح وإيش ولكن ما صدقوش الانسان اذا جرب الحياه الشخصيه ديالو وفكر في الاعلام بصفه عامه غادي ممكن انه يبدع ويقدم، ولكن الا عاش المشاكل ديالو وربطها بالعالم الاعلامي ما غاديش يوصل، لان بعض المرات اغلب اللي كيشتغلوا هما شباب، البعض منهم عندهم جمعيات، حتى كيجي يتكلم فيك لا ايوا ما نديروش ليه ايوا المنحه ايوا هذيك المشكله ديال الطاقه علينا، يعني بعض الامور اللي كتخليك كما نقولوا ولا هذاك السيده راه بغيت ندبر راسي بشي خدمه، يعني بعض الامور الشخصيه هي اللي كتخلي الانسان شي مرات ما كيطورش من الامكانيات ديالو وما كيفتحش المجال. لان الاعلامي الحقيقي كنقولش انا اعلامي، انا مدون صحفي ومازال ان شاء الله كما نقولوا الحلم ديالي كما نقولوا انا نوصل القيادات بحال يونس مجاهد بحال عبد الله البقالي بحال فاطمه الافريقي بحال بزاف ديال الناس اللي مستعد كنقرا لهم، ومصطفى الاخر مصطفى مرابط الاسبوع السياسي، بزاف ديال الاسماء اللي كنقرا لها كنحاول كما نقولوا كنتعلم من خلالها كيفاش تنسق بالكلمات، كيفاش انك تكتب مقال، كيفاش انك تشوف هذوك الصحافه كيفاش المقاله ديالهم كيفاش فين بغي يوصلوا. ماشي استاذ، يعني كان عندنا هاد الاشخاص اللي كيشوف راسو ماشي غير استاذ، يعني بعض الاشخاص كيشوف راسو مهندس الاعلاميات، واحد كيشوف راسو دكتور، كل واحد كيشوف راسو، يعني ماشي كان متدخل لك براسي، ولكن هناك اشخاص يعني ماشي هما اللي السبب، هما ساهموا في تعميق الخلاف بين الاخوه، يعني بعض المرات كان يجي مكودي فلان راه يهضر فيك، فلان راه يدير، فلان راه كذا، يعني حتى ديك الحساسات اللي كتخلقها كيخلقوها بعض العناصر اثرت في العلاقه بين الاخوه، وحتى واحد ما باغي يعترف انه مع الجماعه ممكن يكون اقوى وحده ما غادي يكون حتى شي حاجه. اتخذوا موجود صراحة العبارة ما غاديش نكذبوا على عباد الله، يعني كاين بعض الأشخاص اللي خذلوا المدينة وخذلوا الإعلام و
ساهموا بشكل كبير في الكره ديال الناس للاعلام الالكتروني، بل اكثر من ذلك نقدر نقول لك اودي انهم باعوا هذه المدينه بدراهم عده. يعني كتلقى بعض المواقع الالكترونيه كتشوه الحقيقه وكتشوه الواقع ديال المدينه، وربما نقول لك كتخدم اجندات معينه ديال بعض المسؤولين، حتى الاخبار ديالهم والمقالات ديال المواضيع ديالهم دائما كتكون غير هادفه وماشي في المستوى. ربما بعض المرات انت كتكتب له الموضوع وبصدق هو كيكتب لك الموضوع بشكل اخر، وهناك بعض المواقع دائما كيكتبوا نفس الموضوع بطريقه مختلفه والهدف واحد. يعني هناك مواقع تمول من طرف ما نقولش ودي اشخاص، ولكن من طرف مسؤولين من طرف جهات باش المواطن ترسخ عنده هيك الفكره. حتى تجلس عند الدكتور ديك الفكره راه غلط، انت كما نقولوا ما وصلتش الفكره للمواطن، لانك انت ما عندكش امكانيات، ما عندكش موارد ماليه، ما تقدرش تستمر. يعني باش تنسق بين العمل الصحفي والعمل الشخصي، الحياه الشخصيه ديالك تحتاج الى راحه، تحتاج الى محيط معين، تحتاج الى معدات، تحتاج الى 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 كثير من الامور. غير باش تنقل من هنا ولا هنايا راه خصك واحد المبلغ مالي، فلوس ليسانس، فلوس بزاف الصوالح. سي احسن احيانا تاع واحد الكتاب المنشيه اللي احسن كانوا في المعارضه ديال المسؤوليه اللي هي عامل اقليم مكان الحرب اللي كنا كنت قلنا هذا التحية السيناريو فاش جات انك تعيد نشر الصوره. والصوره جات في واحد المرحله اللي كانت هناك واحد الحراك ديال الشباب ديال اقليم بركان اللي كانوا فاعلين جمعويين مختلف الاحياء، اتفقوا على ان المشكل ديال المدينه والمشكل ديال اللي كتعيش المدينه مرتبط بعامل اقليم بركان، وعليها نسقنا عده امور عده اجتماعات. وكانت المطالب هي برحيل عامل اقليم بركان، لان كنا كنشوفوا من خلال هاد الشباب ان المشكل الحقيقي في التنميه ديال المدينه يكمن في ان العمل ديال اقليم بركان ومن خلال عمل اقليم بركان ما هي المشكل. العميل خصو يرحل، ولكن بعد الانتخابات يعني العديد من الاشخاص اللي كانوا معنا وبعض منهم دخل لمجال الانتخابات ودخل المجلس البلدي، والبعض منهم دخل لمجال الصوت الفاعل، كان اللي يخدم الكرات، كان اللي شاف بوليسي، كل هذا واش هاد كتلقى راسك انني انك كتعيش الواقع خص تعيشو. هو الحقيقه ماشي انا اللي سميت راسي مناضل مغربي. مناضل مغربي سماها لي الاخ زهير اربيل. زهير اربيل تعرفت عليه في حركه 20 فبراير. تعرفت عليه كان انسان في المستوى، يعني كما نقولوا واحد المرحله اللي كنت ربما كان في تاقر لعده امور تنظيميه في الحراك ما كنتش كنعرفها. يعني كنت عاد كنتعلم، كانوا اليساريين رجليين من هنا من هنا من هنا، كان اللي كان قابلك وكان يتعامل معك وكان باغي تزيد قدام وكان كما يقولوا يحميك، وكان اللي كان كارهك. زهير اربيل كان من الناس اللي كانوا كيعطفوا عليا، كانوا كيحميوني، ولحد الان العلاقه بيني وبينه علاقه طيبه، وما كنعتبروش غير اخي ولا كنعتبرو استاذ بالنسبه لينا. هو اللي سماني مناضل، ربما شاف فيا شي حاجه انا ما عرفهاش. هذا السؤال نخليه للاخ زهير اربيل، هو اللي سماني مناضل المغربي. يا صار كاين احزاب مغربيه يعني، والناس كيشوفوا يعني انه كل يعني كل بحر عنده فيه نقطه. كان تلقاو السيد صامد مع الناس بعد يعني اون كونتاكت معاهم يعني صامد فين هو بهذا الشيء كامل؟ اولا تقدر تقول عليا عدمي، تقدر تقول عليا انني كما نقولوا زهير اربيل بالنسبه مواطن مناضل مغربي، لان شافني انني كنفكر غير في المغرب وفي المدينه، ما كنفكرش شي حاجه اخرى. انايا ما عنديش انتماء سياسي ولا افكر في الانتماء لاي حزب، لانني كنظن ان الاحزاب المغربيه لن تقدم شيء للمغاربه. ربما تقول له الدنيا متشائم ولا شي حاجه، ولكن الاحزاب المغربيه لن تقدم شيء للمغاربه، وهذا اللي ظهر في الانتخابات ديال 2011 وفي الحكومه الحاليه، ولا في الحكومه اللي كنشوفوها اليوم ديال هذه الحكومه ديال سعد بن عثمان. ما
ممكن يقول لك يعني ما يمكن مقولة عامل تكوين بكان في الموت على الصغور في الطفولة. تلقينا مع السيد يونس مجاهد، وكان هناك اجل اخراج الملتقى الثاني في هذا الشهر ديال ابريل. الشهر ديال ابريل كانت الحكومه مازال ما تعينتش، ما كانش وزير، الو خصنا نستناو الوزير. تعينت الوزاره واجلناه الشهر ديال ماي. اللي وقع لنا في هذا الشهر ديال ماي ان الاخ يونس مجاهد كان وعدنا انه يجي، ولكن ما كانش عارف، لانه هو كان اتصل بيا قال لي راه كاين المؤتمر ديال حزب الاتحاد الاشتراكي للسي يونس مجاهد رئيس مجلس الوطني ديال الصحافه، هو عضو في الامانه العامه ديال حزب الاتحاد الاشتراكي. اخر لحظه قال لك راه كاين كما قال له المؤتمر ديال الحزب وما غاديش يقدر يجري، واعتذر. نفس المشكله وقعت لنا مع السي الاخ عبد الله البقره رئيس النقابه، اللي قال لك راه عنده مؤتمر في تونس ودين المغرب وما يقدرش يغيه، ولكن من خلال حتى كما قالوا من خلال الرسائل ديال الاخر اعتذر لي وقال لي ممكن انه يجي في 18 ماي، ولكن انا قلت له ماشي مشكله، اجلهم بعد رمضان ان شاء الله نكونوا يعني صمنا رمضان واستعدينا لهذا الملتقى ان شاء الله اللي غادي يكون ان شاء الله بعد شهر رمضان. وان شاء الله الوزاره راه موافقه للملتقى، وكاين تنسيق مع السيد الوزير، كانت تنسيق مع السيد عبد الله القرير رئيس النقابه الوطنيه، وكانت تنسيق مع السيد يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني، وان شاء الله كان ضيوف شرف صحفيين براكنا خارج المغرب، خمسه صحفيين خارج المغرب من هولندا من بلجيكا من فرنسا، هادو اسماء صحفيين براكنا عايشين في اوروبا وعندهم عندهم عندهم بطاقه صحفيه مهنيه خارج اوروبا، وكان بعض الاسماء من داخل المغرب غادي نتم التكريم ديالهم ان شاء الله، حتى هما شرفوا هذه المهنه هذه، شرفوا الصحافه المغربيه. انا كتبت عليه تحالف النقيضين. لحد الان كما يعني كما كنشوفوا كمشاريع اهم حاجه هذه المره يعني كيقولوا هضروا على المحطه التركيه وهذه يعني قلنا المشروع. المحطه الوهميه بالنسبه لي اسمها المحطه الوهميه، لان لحد الان ما كانش محطه ورقيه محطه طرقيه، وانا كنقول لكم دير المحطه الورقيه. لحد الان ما كانش شي محطه اللي ممكن الانسان انه يتكلم عليها، وانه ممكن ان المواطن يقول الحمد لله راه كان محط. حيت لا ما كانش محطه ورقيه، محطه طرقيه. المحطه الورقيه هذه هي الحقيقه، يعني الناس اللي كيتفرجوا في هذا التسجيل هذا سميتها المحطه الورقيه، كان غير في الورق، على ارض الواقع ما كاينش. وبالاضافه كنتكلموا ان المجلس البلدي والناصير رئيس المجلس الاقليمي تكلموا على المحطه، احنا كنا كنصوروا هذا المشروع هذا اللي جابوه هو السي عواد فارس رئيس المجلس البلدي السابق، هو اللي كان تكلم على هذه القضيه ديال المحطات الطرقيه والمكان ديالها. وانا من شباب هذه المدينه ماشي اعلاميا وماشي جمعويا وماشي الاخر، انا ضد الفكره ديال تكون محطه طرقيه في هذاك المكان. يعني الخطا ديال المواطن ممكن الانسان يتحمله، يعني انا كمواطن لا غلط الخطا ممكن الانسان يتحمله، ولكن الخطا ديال المسؤول عنده تبعات اخرى. اليوم كنشوفوا ان الملعب البلدي وفي هذاك المكان ما كياثرش على المدينه، كياثر على ثانويه ابو الخير، كياثر على المجلس البلدي، وكياثر على ثانويه الفهريه، وكياثر على المستشفى، وهذا هو الطامه الكبرى. لان هنا ملي كنشوف ملي كتلعب بركان شي مباراه كيتم اغلاق الشارع لهم، يعني حتى المستشفى كيوقع لها واحد العرق، حتى ذاك الزقا وذاك الجمهور هذاك كيسبب واحد الضجيج اللي المرضى خصهم كيكون الراحه، يعني الانسان كيكون خصو يكون مرتاح، وذاك المكان غير مناسب. بل اكثر من ذلك كنا كنقترحوا ان الملعب يكون خارج المدينه، يكون فوا ولود، ملعب يكون فوا ولود هو والقاعه ديال المجد ديال الباسكيت، وواحد القاعه تما تكون ديال تكون قاعه خاصه بالهوند وقاعه خاصه بالباسكيت والملعب البلدي، وفي نفس الوقت يكون تما واحد البيت اوتيل في شي قهوه باش حتى اللعابه ملي يديروا تما التدريب ينعسوا تما
وتكون واحد المنطقة مغلقة كانت تولد مازال عاد أرض خاوية، وكنت نظن أن ذلك هو المكان الأنسب للملعب. سيدي سليمان نقطة الأسوأ من بركان، لأنك تم تتكلم على ملعب داخل سيدي سليمان، راه مش المشكل اللي أنا وراي أنا الناس ديال سيدي سليمان. حاجة المكان اللي اختاروه للمدرسة حتى هو فيه نقطة استفهام، لأن هنا كنشوفوا أن المدرسة هنا اللي في ملعب بلدي كاين مدرسة ديال الأطفال، يعني الناس هنا في المدينة كتاخذ الابن ديالها ولا البنت ديالها كتاخذها للماتش قريب ومحمي. ولكن دخلنا لك بالله، واش ممكن تشوف انك ممكن تاخذ بنتك ولا تاخذ ولدك حتى للخارج ديال المدينه، حتى مقعد الراس وزيد لهم جيت الطريق ديال الناظور، تاخذ ولدك حتى تما للمدرسه تريني كوره، كيفاش غادي تكون انت موظف ولا انت انسان عادي، كيفاش تاخذ تما؟ يعني كان خاص المدرسه تكون داخل المدينه والملعب يكون خارج المدينه، العكس صحيح. ما زال حد لا تنقطع الانتخابات. الانتخابات في تلك الذكاء يعني مش انت يا انها كانت زعما كنت بقول مثلا حدث تاريخي وبعض الامور شحال هكا. اذا تكلمت انا اللي كنت مقاطع الانتخابات يقولوا هذا السيد هذا يعطي وجهه النظر ديالو لانه هو مقاطع الانتخابات وكاد الانتخابات النظرة ديالي كبركاني وكمواطن عادي بسيط الخلاف في الخلفية ديالي ولا تكون أنايا، الانتخابات في مدينة بركان كانت صفر تحت الصفر زد عليها صفر. المواطن البركاني لم يخرج للانتخابات، ما كانش هناك انتخابات. يعني لو كان جيت تعطي الإحصائيات ديال بعض الصناديق وأحياء أحياء أحياء فيها كتلة بشرية بحال بويقشار كتلقى نسبة المشاركة، صندوق كتحلو كتلقى فيه 25 هذا دا 13 هذا دا 7 هذا دا 15، وتلقى ذاك الحي من قبل كان يجيب 700 900 صوت. راه الانتخابات السابقة بالنسبة مقارنة اليوم اللي كان، راه ملي تقول الانتخابات السابقة وتقول هذا الصندوق كان يجيب 700 كان يجيب 1000 هذا، راه كتقول واحد العدد ديال الساكنة كانت ما كتجاوزش واحد النسبة. أما اليوم عدد الساكنة راه كبرت، لأن بكري كانت بركان محدودة، اليوم راه كاين ولود زاد طورطات زاد بايو غير بايو من كراكشو زيد حتى المنويل، يعني راه حي عده زادت حي المجد، يعني خص نسبه المشاركه تكون اكبر، ولكن نسبه المشاركه يعني قلت. المواطن البركاني او المواطن المغربي ما بقاش عنده ديك الثقه وهذيك الرغبه انه ممكن انه يضيع وقته ويمشي يقدم الصوت ديالو معها في الانتخابات، هو عارف انه خلال التجربه ما كاين حتى شي حاجه. لان بالنسبه لي انا ما يمكنش غادي نجي نصوت على واحد السيد ونشوف بلا غدا هو مقيد بقوانين وبعض القرارات اللي هو ما يقدرش يتجاوزها وما يقدرش يدير لجنه ما يقدرش يدير حتى شي حاجه سوى بدون الموافقه ديال السلطه، لان داخل المجلس البلدي لو كانت تسمع سلطه الوصايه متجلية في الباشا ديال المدينة، وقبل ما يجيو الجلسة خصت الموافقة ديال السلطة على ديك الدورة، والموافقة ديال السلطة على ديك البرنامج ديال الدورة، حتى هذاك تاك المنحة وهذه حتى توافق عليها السلطة عاد تدرج في جدول الأعمال ديال الدورة المجلس البلدي، وتلقى أن السلطة هي اللي كتسير الجلسة لأنها سلطة الوصاية ديال سيد الدم السيد الرئيس، ما عندوش الحق ياخذ شي حاجة وكذا. حنا ماشي ضد السلطه، ولكن ملي كتقولوا الانتخابات يعني انت كتعطي لي واحد الفسحه انني ناخذ قرارات ديالي انا كنتحمل المسؤوليه ديال راسي انا، باش الا غلطت ممكن تحاسبني، دوك الرئيس الا غلط ما تقدرش تحاسبه لانه ما خدمش وحده، خدم بشراكه مع السلطه. مش الاقليمي ما نظنش مش الاقليمي نفس الوجه يعني كنا طرحنا بانه يعني 2016 كانت يعني
على سبيل المثال تفتح معناه بين هما 2016 يعني مشاهد الخدماء اللي كانوا نتيجه واحد ولايه كامله. السي محمد النصيري ويقال انه عندك حزازات مع سي محمد النصيري. لا والله ما عندي ما هو حزازات يعني ماشي نقول لك اودي سي محمد النصيري. سي محمد النصيري كان عارفو كيعرفني لحد الان كنتلاقى معاه وكنتكلم انا وياه عادي وكنتسلموا مع بعضياتنا. سي محمد النصيري ماشي نقول لك قليل مع خلاف. سي محمد النصيري هاد النقطة هادي ديال سي محمد النصيري نتجاوزوها لان هاد الشيء مشكل بيني وبينه ماش ندخلوا في هذا الحوار. ولكن كرئيس مجلس اقليمي كنقول لك اودي مؤسسه غامضه، مؤسسه ما كنتش تعرف واش كدير الدورات ديالها، مؤسسه ما كتعرفش ما كتعطي المنحه، لان هي هذا الشيء كيتعلق في داخل العمل وبعض المرات ما كيتعلقش هذا الشيء اللي كيديروا هما. كنقول لك اودي المشاريع ديال الداخل الاقليم بركان ما نقدرش نقول لك اودي كاين المشاريع، لانني رغم انني كما نقولوا متابع للشان المحلي ما نقدرش نقول لك اودي شي مشروع ديال المجلس الاقليمي في هذه المحليه هذه، رغم انني اعاتبها لكثير من الامور. ان سي محمد النصيري كرئيس مجلس اقليمي لو كان ساهم غير فك العزله عن القرى ديال اقليم بركان كان غادي يكون انجاز عظيم تشهدوا في التاريخ ديالي. مستقل قول سيدنا عمر لو تعطت بغلة في العراق لسألني الله عنها، إن كان بزاف ديال الضوابط تبزال تفوغات تزاغين بزاف ديال القرى اللي كان خاص يشتغل عليها. ما كنقولوش غير 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 الطريق، لأن الطريق كتساهم واحد النسبة ديال 80% باش المواطن يقدر يتواصل مع العالم ديال المدينة حتى الماء. ما يمكنش أن نشوفوا بعض الأحياء وبعض الضوابط هنا في المحيط ديال اثنين بركان ما بعيدش بزاف على المدينة وما عندهمش الماء. ماشي غير كلشي اللي يخدموا ولا ما يخدموش، لان هو من تقدم برنامج وخرج للساحه وبقى يقرقب على، لو كنت تشوف البرلماني قبل الانتخابات ماش نقدر نقول لك انا خص تصور البرلماني قبل الانتخابات، برنامج قبل الانتخابات كيمشي الاحياء وكيتواصل مع ساكنه وكيقرقب على قرى وكيمشي يزور شي ناس وكيدير بزاف الامور باش يرجع نائب برلماني. يعني خصو هو يخدم، لانه هو طرح واحد البرنامج خصو يطبقه، مش انا نقول له طبق نقول له واش خدم ولا ما خدمش. اصلا النائب البرلماني فاش غادي نحكم عليه انايا؟ من خلال الاسئله اللي كيدير نقدر نجي نائب برلماني نبقى نعطيها في الناس وكل مره يكتب سؤال كتابي ونصيفته ونخرج لك واحد الكتاب فيه 350 ورقه، نكون 350 ورقه خلال السنه قدمت اسئله للبرلمان الطريق وهذه. ولكن ملي كتقدم سؤال واش كدير له متابعه؟ واش كدير برنامج؟ واش كتستر؟ كنقول انا كنائب برلماني كنقول له دير دور تزاغين راه خصو اعاده الهكاله وخصو الطريق وخصو هذه وهذه، وكندير سؤال وزير التجهيز واش غادي نتبع المشروع، يعني واش غادي نطلع نهود عليه وندير له الصور وندير له معاهدات ديال الساكنه وندير له باش المشروع يطرح على ارض الواقع والوزير يجي وينفذ المشروع. اما انك تطرح الاسئله ممكن انك تطرح لي، ممكن تطرح كون نطرح سؤال على الوزير، ممكن نسيرت له الالاف ديال المراسلات. راه نقول على القضيه النائب البرلماني ما كيقدمش شي حاجه شي اضافه، لان النائب البرلماني ما خصوش يقدم اسئله، النائب البرلماني خصو يوقف على مشاريع ويجيبها، لان انا كمواطن عندي مشكله مع واحد المواطن هنايا نقدم سؤال للسيد الوزير، نقول للسيد الوزير نسالكم نحن فلان فلان فلان، ونصيفط هذا السيد الوزير اما عن طريق البريد المضمون اما نطلع للرباط ونقدمها للمدير الديواني نقدمها للسيد الوزير. حتى هذاك راه سؤال كتابي، واش انا نائب برلماني؟ ماشي نائب برلماني، نائب برلماني عنده دور اخر خصو انطلاقا من التجربه ديال المدير كان مع النواب البرلماني السابق، واش النواب البرلماني السابق؟ لا احد، لا نقصي احد، ولكن من خلال المدينه ديال بركان اقول لك مدينه بركان نائب برلماني واحد لم يقدم شيء لمدينه بركان. المشكله اللي كنتكلموا عليها ان ماشي مشكله غير النائب البرلماني ديال مدينه بركان، وزراء مدينه بركان مسؤولين في الدوله من ابناء مدينه بركان. مدينه بركان الا جينا نتكلموا على مدينه بركان مثل باقي المدن الشرقيه، المغرب الغير النافع. لو كانت تبع هيسبريس فوق دار هيسبريس ما كانت هيسبريس، كاين المغرب وكاين المغرب غير النافع. وواحد السؤال ديما كنقولو امتى اجد جوابا له؟
كتسمى جهة طنجة، جهة سوس، جهة أكادير، كيف يسمون ما كيقول ديال المغرب الشرقي؟ هذا سؤال ديما كنقولوا دي متى أجد له الجواب؟ كيفاش المغرب الشرقي؟ علاش ما كيقولوش المغرب ديال طنجة، المغرب ديال أكادير، المغرب ديال سوس، المغرب ديال الداخلة؟ ما يقدرش يقولها، كيقول دي أكادير، طنجة، مراكش، كذا كذا، ملي كيوصل المنطقة ديالو كيقول ديال المغرب الشرقي. هذا حيف ضد هذه المنطقة هذه، لأن لو كانت تقرا التاريخ ديال المغرب تلقى أن ماشي ممكن مدينة بركان بصفة عامة، ولكن كل منطقة شرقية اللي كانت الدق كانت المنطقة الشرقية في الاستعمار، لأن ما كناش نطلق الاستعمار ديال المغربي، ولكن حتى من خلال الحدود، من خلال الحدود، لأن كانت من خلال العلاقة اللي عندنا مع دول التجارة الجزائر، كانت واحد العلاقة كتربط المقاومين، كانت هناك علاقات، كانت هناك وحدة في الكفاح ضد المستعمر، منطقة شرقية كانت الدق، ولحد الآن كانت ديال الدق. تسمى الله الإعلامي، واش يعني كنت في العمل الجمعوي هو الأول، أن العمل الجمعوي هو اللي وصلت أن تكون الميزان الإعلامي؟ هو ماشي العمل الجمعوي، أنا قلت هو عدوها. حركة 20 فبراير كحركة في مدينة بركان لها خصوصية ديالها، يعني كانت كل مولاي 20 فبراير وطنيا كل مدينة شكون اللي كان يأثر فيها، يعني إذا كانت واحد المدينة كيعطوا فيها العدليين تلقى الطريقة ديالهم، لا واحد المدينة كيعطوا فيها اليساريين تلقى الطريقة، إذا واحد المدينة كيعطوا فيها الناس محايدين تلقى واحد المدينة 20 فبراير فيها مختلفة. 20 فبراير بركان لها خصوصية أن أبناء المدينة هما اللي كانوا بصفة 20 فبراير وكانوا كما نقولوا مدنيين اكثر ما هما توريين، كانوا كانت عندهم مقاليد اجتماعيه خوت كثير. انا لحد الان ومن هذا المنبر كنوجه كما نقولوا الناس اللي ساعدوني والناس اللي ساهموا في التكوين ديالي والطائر ديالي، السي الصالحي بحزب الطليعه، رغم ما عنديش الحق نقول هذا الاسم، هذا سميمون الزراقي حتى هو ديال حزب الطليعه، السي حميد عبد الجميل من غير حقوق الانسان، العديد من الاسماء، العديد من الاسماء. انا صراحه الشوقي، حميد، بزاف ديال الاسماء اللي جات من عندنا، ماشي كنقصي الاخر، ظهير اربيب لانه هو اول واحد دخلني العالم الفيسبوك واسس لي فيه سميه وعلمني كيفاش ندخل التصويره، كيفاش ندخل الفيديو، كيفاش ندير الرد، بزاف امور بعدها تطور وكونت راسي شخص اخر. نقدر نقول كندير كنختلف معاه اليوم وكنختلف معاه ماشي كشخص، كنختلف معاه في الطريقه اللي مشى فيها. هو امين الزلجاني، أمين الزلجاني هو عضو في الجمعية السلامي الدفاع دفاع حقوق الإنسان المهمة، هو الأخ ديالو سي أمين الزلجاني. من هذا المنبر أنا كنقولها وكنقول لك لا كيقول الجميع نشكر الناس يشكر الله، أمين الزلجاني ساهم في الطريقة ديال الكتابة ديالي لأنه هو علمني اللغة العربية، لأنه كان صحفي فني، كان يكتب مقالات على مستوى الفن، وكانت المقالات ديالو كانت تلونسا جرائد عربيه، ليبيا، سوريا، مصر، وعلمني كيفاش انا نتكلم، كيفاش انا نتحاور، كيفاش انا نكتب باللغه العربيه، وهو يدخلني ستارت ابس ودخلني لبعض لي جروبات ستارت ابس، واللي بينهم تحركت شويه يدي في اللغه العربيه، وبديت كما نقولوا رغم الاخطاء اللي عندي ورغم السلبيات اللي عندي، لانه كما نقولوا الكمال لله، لان ما عنديش واحد التكوين مستمر في المهد عليه الصحافه وما عنديش شي اجازه، ولكنه كما نقولوا ساهم في التكوين ديالي. امين الزلجاني من هذا المنبر هذا كنقول له يعني انا كنحييك لانك انت ساهمت في التكوين ديال هذا الشخص هذا اللي سميتو هو صمد العزيز. صمد نجوزو على العمل الجمعي، ولكن العمل خير، انت كما قلت تشتغل يعني مع الناس ديال المقبره، يعني غسيل الجاري، يعني العمل خيري، نقول لك وكون صح معك صريح، العمل الخيري لا اتحدث عنه، هو عمل بيني وبين الله عز وجل. ما كنديرش السياسه في هذه الساعه، انا ما كنديرش حاجه كنديرها مع الله عز وجل. ملي كنجي شي مريض وكنصور معاه كنتسنى الاجر والثواب من الله عز وجل، ما كنتسناش شي حاجه اخرى، وما كنبغيش نتكلم عليها. اي واحد كنتكلم معاه صافي كننساه. اما العلاقه ديالي مع جمعيه المتبرعين بالدم، جمعيه المتبرعين بالدم أقول لك صادق ومشي مجاملة، من أفضل الجمعيات، من أفضل الجمعيات، نقدر نقول حتى وطنيا، ولكن هنا مدينة بركان لها خصوصية، لأن الناس اللي مؤثرين فيها ناس
كما نقولوا الهم ديالهم هو التبرع بالدم. وانا كنت من الناس اللي كتبرعوا بالدم وجا كنمشي كنتبرع. واحد الدكتوره واحد النهار سولتني قالت لي فين كتسكن في وجده؟ قلت لها ودي انا كنسكن بركان. قلت لكم مره كتجي كتبرع بالدم لخاطر كان السونتر قليل فيه كيجي الانسان. كانت الثقافه ديال التبرع بالدم ما كانتش كاينه يعني بهذا الشكل اللي كنشوفوا اليوم. قلت انا ولد بركان وكنجي نتبرع بالدم لان واحد الانسان اللي اليوم كنطلب له الرحمه وكنطلب الله عز وجل انه يرحمه هو السي حسن عراج. السي حسن عراج يعني في العمل الخيري السي حسن عراج يعني الله يرحمه السي حسن عراج ساهم بواحد الناحيه انه يدخلنا في العمل الخيري وبهذا الجانب هذا لانه هو كان الحمل ديال التبرع بالدم وهو ساهم في البناء ديال الورش في المقبره ديال المكتب كنا كنديروا حمله النظافه. حسن عراج شخصيه يعني كنشوف ان جمعيه المواسات همشتها كان خاصو كل سنه دار له واحد الذكرى او حفل تأبين واخا غير كما نقولوا واحد الصدقه هكا تجمع هكا الاصدقاء ديالو جمع الناس ديالو وندير واحد ترشيد ديال الطعام بلا ترشيد ديال الطعام ونتكلموا على حسن عراج الله يرحمه لانه قدم هذه المدينه وساهم في التربيه ديال الاجيال اللي اشتغلوا داخل العمل الخيري وربما بزاف ديال الجمعيات الخيريه. حسن عراج الله يرحمه عنده واحد اليد فيها عنده واحد الطبع فيها. ماشي كنت الاصدقاء ديالي ولكن بعض الاشخاص كنت مشى معهم يعني انا من خلال العمل ديالي منذ سنه 2011 ربما كما نقولوا ماشي كودي النيه ديالي ولكن انا الطيبوبه ديالي ولا نبقى نضح في راسي ولكن انا كنشتغل بحسن النيه. دائما كنت كنسمع كنجلس مع اصدقاء غير كنوض كيهضروا فيا ماشي كلشي ولكن بعض الاصدقاء اللي كانوا مقربين بالنسبه ليا وكانوا كيطعنوني في الظهر ديالو وحتى شمرت حتى في الشرف ديالي وهذا هو اللي كان ياثر فيا وكان دائما كان هو الدافع انني نتوقف على هذه المسيره هذه وما نزيدش. ولكن يعني حب الناس والناس اللي كان كيقرب مني كيشجعوني كيقول لي زيد ما توقفش. وبعض المرات والله الا كنت كنوقف وكانت اتصالات من الناس اللي كانت تشجعني انني نزيد نستمر بينهم السي النجار الله يجعل ربي يحفظه فاطمه اللي كنحس بها انه هو الوالد الثاني ديالي لان انا بعد الوفاه ديال الوالد ديالي اللي رباني هو الاخ ديالي محمد بن العزيز الكبير خويا الكبير هو اللي رباني هو اللي كنعتبره الاب ديالي. ولكن مشى السي النجاري كنعتبر ان السي النجاري هو الاب الثاني ديالي ملي كنت مع السي النجاري بحال اللي كان معنا بحال الوالد ديالي يعني كنحس انا براه وقف معايا وكنفرح ملي كنكون معاه وكنفرح ملي كنشوفو هكا الناس كتسلم عليه كنحس انني كنشوف الوالد ديالي من دابا وجدي لان كينصحني وكيوقف معايا واكثر من ذاك كنوقف وهو كان يقول لي استمر لان هذا المجال هذا ضروري خص فيه الهضره وفيه فيه فيه الطعنات من الظهر وفيه بزاف ديال الصوالح. هو النقابه يا ودي اخي لان لو كان جيت تعرف التاريخ لما جيت بركان في عمل صحفي هناك صحفيين سبقونا اسماء عده نور الدين قسامي عبد الحفيظ بولحواد رشيد الزناسني مصطفى محياوي سي بن سعيد اسماء عده سبقونا في عالم الاعلام ولكن كل واحد كان يشتغل لوحده كل واحد كان يشتغل بالطريقه ديالو كل واحد كان يشتغل مع الجريده ديالو وكان كما كنقولوا ما كانش هناك واحد الصله توصل بينهم. من جات الفكره اني كنت كنمشي للغرب بزاف وكنت ديما كنحاول ان كما نقولوا نشوف شنو كاين في الداخل لان هما دائما سبقونا ونحاول نطبق هذاك النموذج في المدينه ديالي. وما تقدرش تمشي غير وحدك والنقابه كانت من بين كما نقولوا الفكره ديال انني كما نقولوا نجمع الاخوه داخل واحد الاطار قانوني هو النقابه الوطنيه النقابه المستقله الصحفيين المغاربه بعد الفشل ديال رابطه المواقع الالكترونيه في استقطاب داري وكان لها الفضل رابطه المواقع الالكترونيه والنقابه المستقله الصحفيين المغاربه اننا في المعركه ديال الطريق بالقاسمي اللي كان ضحيه ديال وحشاده طبيه واللي تعرض انه تعتق في مدينه وجده وكان كان كان في السجن لمده شهر و20 يوم لولا النقابه المستقله الصحفيين المغاربه ورطت له لولا التلاحم والتكاتف ديال الاخوه لما خرج طارق من السجن ولا ما عانق الحريه. الان يعني الامر
حسن شحاته مدرب حسن شحاته يعني جات واحد ضجه عالميه عالميه يعني على المسؤوليه كبير مش مسؤوليه كبيره شحاته مع راضي يعني كل شيء ولي يعني أفضل شيء حد مش كان عارف لأنه راح عليك شعار طبيعي ولا ما كانش عارف حسن شحاته ما كانش عارف هو هي القضية كيف جت الفكرة دي لأنني رفع شرط رفع العدوية في أمام حسن شحاته. حسن شحاته كان داعمين ديال 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 النظام السيسي وما وقع داخل الربع العدوية سواء كنت إخوانيا أو يساريا أو أي انتماء سياسي بالنسبة لي أنا كمواطن عربي وكنشوف ما وقع لإخواننا في ربع مجزرة الربع العدوية ما كان لي غير لأنني انضم معهم بشكل من الأشكال. الله عز وجل يعني فتح لنا الباب ديال الصلاة أن الإنسان كيصلي كيدعي مع الإخوان ديالو كيدعي معهم التسخير كيقول الله ربي ينصرهم ولا كذا ولكن كان واحد التضامن عن طريق الفيسبوك عن طريق المواقع الإلكترونية. حسن شحاتة جات الفرصة أنني تلاقيت معه بغيت نوصل ميساج للنظام السيسي أن الإخوة في مصر وفي ساحة الربع العدوية ولا في مدينة التحرير ما راهمش وحدهم هناك شباب عبر العالم العربي كيتضامنوا معهم كيتضامنوا مع الموقف ديالهم وهذا هو اللي خلاني رفعت شرط الربع العدوية في الحضور ديال حسن شحاتة اللي من بعد الرفع ديال هذيك الشارة حسن شحاتة سمح في الفريق ديال الجديدي ومشى لمصر ما كملش مع الفريق يعني. انا لم اقصي احد بعض المرات الاخوه ديما الانسان يكون ديالهم كما كنقول يكون ديالهم يتلالوا فوق الراس يعني انايا كلفني الاخ هشام يروج باش انا نكون انا مسؤول اعلامي في مدينه بركان على نصف ماراثون وكانت المهمه ديالي انني نعطيهم جيليه ونعطيهم الباش ونقيد الاسماء ديالهم بل اكثر من ذلك انايا من خلال المعرفه ديالي بالاخوه ضاعفت العدد ديال الصحفيين يعني كانوا باغي يديروا غير 30 انا درت 50 زدت العدد ديال الاخوه الصحفيين باش حتى واحد ما نقصيه. المشكله اللي وقعت من الاخوه ان الاخوه يفتقرون الى القانون العام المنظم لهذه الماراثونات يعني ملي كتجي تصور شي ماراثون لا ديال سباق درجه الهوائيه ولا ديال هذا العدو الريفي خصك ما تكونش يعني في الوسط خصك تجي على الجنب. هاد الاخوه ما تقبلوش هذه الفكره هذه ووقع مشكل ولكن هاد السنه مما كنت انا مسؤول اعلامي ديال لاخر ما وقع حتى شي مشكله الحمد لله. من اي ناحيه درت تبع المجلد احمد بن جدو؟ لا يعني انا السؤال كان جاوب الاخ من اي ناحيه تبع الاخ ديال بن جدو؟ الاخ بن جدو هو الوحيد اللي يقدر يقول كود ديال المجلات اللي قمنا بها. انا سمحت في الخدمه ديالي ماشي نتبهى امامهم انا سمحت في الخدمه وكنا كنجيو معاه الليل ومشينا للشركات ومشينا كذا فهمت واي اي اي حاجه فاتت كانت تحت الاشراف ديال احمد بن جدو. واكثر من ذلك درنا وقفات واحتجاجات وتنظمت بطوله عالميه اللي استفدت بها المدينه واستفدت بها المغرب كامل. اي فين هذه الاستفاده؟ شفاش استفدت؟ انا درت مشاكل زدت الميكافون وزقيت في الزناقي انا كنت كندير وقفات احتجاجيه فاش استفدت ماديا ولا شنو استفدت؟ توظفت مازال انا هو انا. فاشل ولا ما تكمل السؤال؟ ماشي انا شوف انا ماشي واحد الانسان كما نقولوا سوداوي كنشوف الدنيا سودة ولكن الحقيقه هي هذه ما نحقوش رسالنا. العمل المؤسساتي باقليم بركان فاشل 100%. اعطيني شي مؤسسه قريبه من المواطن اعطيني شي مؤسسه اعطيني شي نموذج صونا شي مؤسسه قريبه من المواطنين ما كانش شي مؤسسه. شركه افيردا كان عينهم على الامرين المشاكل المتواصله مصطفى الدراك. انا كنظن وكمواطن
ما يمكنش مستشفى ديال الدراك يقد الاقليم ديال بركان كله، وخصوصا ان اللي نشوفوا اليوم كنشوفوا ان ماشي غير اقليم بركان اللي كيجي للدراك، حتى الناس ديال زيو كيجيو للدراك، والناس ديال راس المال الناس ديال القويه كيجيو للدراك، والناس ديال بني دران. يعني حتى باش تقولوا ديال المستشفى ديال الدراك الا جاي يقوم غير بركان ما غاديش يقد، نسبه الساكنه كبرت وخصنا تخصصات، خصنا بزاف ديال التخصصات، خص المستشفى تزيد تكبر فيها غير البروميير، خص تزيد الدوزيام والطروازيام، وزيدوا اختصاصات باقي اختصاصات ما كاينينش في الدراك، وما يمكنش سكانير واحد. لا بلوك الله يحسن له، وانا راه ما يمكنش اربعه ديال البناجه يخدموا يوميا بشكل يومي، راه باش تشدوا المريض. راه انا دخلت واحد النهار تما وسولت الاخوه، لان ربما يكون ديال الاخوه، انا كنت من اشد المواطنين ديال الدراك، ولكن ملي دخلت بقيت نعطيك المعطيات، راه الله يحسن له، فرم لي الطبيب بالنسبه لي صافي سبع العشيه والمرضى ما كيريضوش، راه الله يحسن له. في مؤسسات الدولة، لأن حتى من دون بطولة عالمية بحال هذا الشيء، حتى الراية المغربية لم تكن متواجدة بالقاعة، وهذا الشيء ماشي الدور ديالي أنا كمساند قدام ديال أحمد بن جدو، أنا مواطن ما نعرفش البروتوكول. ما كانش البروتوكول، انا جيت مع بن جدو وطالبت من السلطه انها من خلال واحد اللجنه كونها باش انها دير واحد البطوله، وصيف ذاك البطوله لو كان جيت قارن اللي تلعبت في تونس هي نفسها اللي تلعبت في بركان، ولكن تونس هذاك البطل استقبلوا الرئيس ديال الدوله، استقبلتوا المؤسسه ديال الدوله، كرموه، قدموا له معاناه. اما احمد بن جدو لحد الان مازال كيعاني، لحد الان احمد بن جدو اقولها لكل المواطنين، كاع المغاربه كاع الناس ديال بركان اللي كتطلقوا الاشاعات ان احمد بن جدو راه دا فلوس، احمد بن جدو لحد الان لم ياخذ درهم واحد من خلال البطوله هذه اللي رفع فيها الرايه ديال المغرب واللي شرف فيها اقليم بركان، يعني درهم وحده احمد بن جدو ما خداهاش. يعني كيفاش نجي انا تقول له ودي شنو ركبت على احمد بن جدو؟ فاش ركبت على احمد بن جدو؟ احمد بن جدو لحد الان انا مازال الصديق ديالو، ومازال كنتواصل معاه، ومازال عندي معاه علاقه، وكنتلاقى معاه بشكل يومي. لو كان استفدت من خلال بن جدو يكون اول واحد اللي غادي يقطع معاك العلاقه هو احمد بن جدو. علاجهم حكومة عصابة، هذه مقولة ديال عبد الكريم الخطابي، ومن كترفع الراية ديال ديال الريف ولا شي حاجة، هذا ماشي ديال انك انت انفصالي ولا انت راك باغي واحد الدولة مستقلة كما كيسوقوا لها بعض الناس. هذه مقولة بحال المقولة ديال ديفارا، بحال المقولة ديال صدام حسين، بحال المقولة ديال اي زعيم، كتكون متواردة، لان قال لك انما يرث الارض عباد الله الصالحين، وهذا نوع من الارث. لما اللي كان جيت تقرا التاريخ ديال العراق كل شيء قيادات الزعماء ديال العراق تنساو، ولكن صدام حسين لحد الان مازال الناس كتكون صدام حسين، وهذه هي ديال المقوله انما يرث الارض عباد الله الصالحين. الناس كتكلم على بزاف ديال القيادات السياسيه والاخر، ولكن لحد الان مازال الناس كتكلم على الكين الخطابي، لان الكين الخطابي ربي احفظ الاسم ديالو، احفظ التاريخ ديالو، احفظ الاخر ديالو، لا ما كان لا ما كانش لا في المكاتب ولا في مؤسسه ولا والو، ولكن الناس اللي مازال كتقول عندك الخطابي كتواصل معاه، لان ماشي كان الخطابي ما كانش زعيم سياسي، كان زعيما لهذه المنطقه ضد الاستعمار، يعني لم يكن سياسي، لو كان سياسي ربما كانت الناس نساتو، حتى للريف ما غاديش تذكر الاسم ديال عبد الكريم الخطاب. واش واش نقدم العميل اقليم بركان؟ انا نظن ان الساكن ديال اقليم بركان هي اول من ستتحكم، يعني عندي عندك المعامل اقليم بركان، دش سوق مرزوق، دش سوق فرياض، دش سوق مبروك، هو سوق مبروك فيه 1080 محل، لحد الان التجار ديال سوق مبروك مازال كيحتجوا، ما فيهش الاناره، ما فيهش الماء، انا نتكلم كدرجه، لحد الان مازال سوق مبروك ما محلوش، لان الناس اللي استفدوا بالمحلات، لان الهيكله ديال السوق تغيرت،
كانت عدد من الزقاق وعدد من الدكاكين وكانت كبيرة وكذا، ولكن تم التغيير ديال الهيكلة ديال السوق. اليوم 1080 سوق واش دخلنا لك بالله، يعني كمواطنين وكنتوما كنتو تسولوني واش بركان فيها 1080 تاجر، واش بركان فيها 1080 تاجر. لو كان تكلموا على كازا نقدر نقول لكم ديرها هذا تقليد ديال التجار من قناه مدينه مع مدينه الدار البيضاء. و النموذجيه يعني تجربه فاشله شنو هي الاسواق النموذجيه؟ الاسواق النموذجيه تعطي لي واحد المكان ممكن نعرض فيه التجاره ديالي ونكون انا مرتاح في البال ديالي. ما يمكنش تدخلني لسوق مرزوق وانت ما شعلليش الضوء هالاولى بدون اناره. الحاجه الزوجه الازقاق صغيره فيها جوج مير، وانت اعطيني بالركه فيها جوج ميت على 300. اذا درنا غير الطبله ديال الخضار، الطبله ديال الخضار الصغيره، لان انا كنت كنبيع الخضره في واحد الوقت، واحد المرحله من الابتدائي بعت الخضره وتجد انها قريب من الفرياض. البركه الرخيصه يعني اللي هذه فيها 120 على 300، يعني اذا كان غير بركه عاديه ودرت فيها الخضره راهي تبلع لي السوق، تبلع لي البركه. انت اعطي لي جوج ميت على 300، والبركه اللي درت فيها 120 ولا 100 على 100 على جوج ميت ونص، صافي ما عنديش شي حاجه اخرى، غير نجيب صندوق صندوق صندوق. العميل هو الرئيس المباشر ديال الباشا، الى الباشا غلط ينتحل المسؤوليه هو العامل الاقليمي الكامل، لان ماشي الباشا اللي كيدشنها، اللي كيدشنها هو العامل. ونعطيك انا بلا سوق مرزوق دشن في رمضان وهو لم يكتمل بعد. وانا صورت اخر فيديو مع التجار ديال سوق مرزوق انهم اعطوهم السوق خاوي، هما اللي بنوا الحيطان، هما اللي داروا الريدويات، هما اللي داروا السيما. وانت كتقول لي كمسؤول انك دشنت السوق وعطيت لهم بروا انها تصرف عليه 800 مليون، 800 مليون السوق 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 مرزوق هو لحد الان مازال فاشل، مازال لحد الان التجار ما قادرينش يبقاو فيه. ونعطيك فرياض نموذج هما كاع كلشي خرجوا للشارع، يعني سوق فرياض حتى هو العامل اخر مره دشنوا، ولكن ها هو سوق فرياض الناس خارجه برا تحت حاكات به. من ناحية المنح المذبح ديال الاخ، اولا المذبح الحالي اللي متواجد ما كنحكمش في مدينه بركان، متواجد يمكن في الطريق ديال المداخ المذبح البلد. هو انا ما دخلتلوش بصفه عامه، ما دخلتلوش، وكانت التسجيلات اللي قام بها عز الدين بدري خلاتني كما نقولوا انني مشيت لهذاك المذبح، ولكن تلاقيت كما نقولوا يعني تزيرت الدعوه، يعني حتى الدخول ديالك صراحه صعب لان الوجوه ديالنا معروفه، وربما ما عرفش واش عطاهم الصوار ديالنا ولا شي حاجه، ما قدرش ندخل له تما لداخل. هو المذبح ماشي غير هو اللي كيعاني. الا جينا كنسولوا هاد المواطنين كودي ما رايكم في المذبح ديال مدينه بركان والمذبح البلدي، نقول لك اودي اين هي السلطه المحليه والسلطه الاقليميه، واين هي جمعيه حمايه المستهلك مما نرى في الشارع؟ كيفاش السلطه كتشوف ان واحد واحد كما نقولوا حنايا يا رب تثبتني على الشهاده، عربه مجروره من طرف واحد 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 الحصان واحد واحد الحمار، كتجمع المخلفات ديال الازبال وكتوكلها للحيوانات، وغدا من ذاك الحيوان تذبح في كاع مكان نقي كاع، هذا غدا نبني واحد المذبح في المستوى. وحنا كنعرفوا بلي ذاك الشياه وهذيك هذيك 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 الخرفان كلات من الازبال ديال المنازل. انا ذبحها كاع في الطار، شنو غادي تقدم لي فيها انايا؟ على الاقل ونقول القضيه، اغلبيه القزاره كيذبحوا في الديران ديالهم في المحلات ديالهم، ماشي كلشي كيذبح في الباطوار، ماشي كلشي كيذبح في الباطوار. راه حتى طبيب واحد راه ماشي يقوم الباطوار كامل، هذي كيجي يشوف غير هكا من البعيد وكيفوت، راه ما يقدرش يفوت حولي بحولي. هو هذا اصلا واش كي واش كذاب شي 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 خبره هذيك 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 هذوك هذوك الخرفان، واش كديرهم شي واش كتكون كيفوت عليهم السفري مرض ولا ماشي مرض؟ حنا كنشوفوا الحواله في ايامات ديال العيد فيهم ريحه الزبل، كياكلهم الصلاح، والمواطن كيشوف والسلطه كتشوف والناس راه عايشه. انا هذه القضيه ديال المذبح انا كنتجاوز، لان انا ذبح لي كاع في باريو، ولكن شنو الغرض اللي ذبحت لي باري؟ انت كتوكل الصلاح، كتوكل الصلاح للحيوان.
الكي نختاركم وقتا. مرحبا. ماذا لو كان تصمم بالعجوز عامل ممن يمكن أن تكون من 23 ساعة يعني يقوم بخطوات سيقوم بها؟ هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عنه، لأنني ما كنتخيلش راسي، أنا إنسان متمرد، ما نتخيلش راسي أنني مسؤول بشي مؤسسة، لأنني ما نقدرش نقبل بلاصة واحدة. ولكن لو كنت أنا عامل إقليم بركان ما غادي نقدر نقدم حتى شي حاجة في ساعة واحدة أو في نهار واحد، ما أنت تفتح في هذا الشيء، نكون منصفين، لأن أصلا باش نقول أنا عامل في نهار واحد باش تحددوا الخالق. المحيط، المحيط يوم واحد لن تقدم شيء. المحيط لا تقدم، انت غادي تبدا رئيس الحكومه يكون نيتو باغي يخدم، غادي يدخل لرئاسه الحكومه ما كيعرفش الموظفين، ما كيعرفش الكتابه الخاصه ديالو، ما كيعرفش حتى الامور الحكومه كيفاش كتسير، ما كيعرفش الموظفين ديالو كيفاش غادي. صعيب باش، صعيب باش انك تقدم. ولكن انا لو كنت يعني قريب من العامل نقدر نقول له حاجه واحده، تقليص عدد الجمعيات باقليم بركان ودعم الجمعيات الجاده، وكفى عبة بدعم الجمعيات اللي عندها علاقة بالسلطة ولا المواقع اللي عندها علاقة بالسلطة. يعني أنا عندي مشروع، عندي مشروع ما غاديش تدعمني فيه لأنني كنختلف معك ولا أنني كنكتب عليك، ولكن كتدعم واحد الجمعية لأنها قريبة منك وكتشوف أن المشروع ديالها فاشل وما غادي يقدم حتى شي حاجة للمدينة. بل أكثر من ذلك كنشوف أن بعض الجمعيات كيتلقاو منح وما عندهم حتى شي نشاط، تخيل السنة ما عندهم حتى شي نشاط وهكا كياخذوا منح. هذا هو اللي كيخليك كتاخذ موقع. مرحبا. الرادي الليلي. الحمد لله. يعني اخيرا الجنسية. يعني يقال انه امر أنا لا أحاسبه على ما يقوله. أنا تضامنت مع الراضي الليلي في مرحلة كان فيها مطرود من المؤسسة ديال إدعاء الوطنية. يعني أنا التضامن ديالي مع الراضي الليلي عنده 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 نقاط محددة. السيد موظف تطرد من العمل ديالو، تضامنت مع فهاد النقطة هذه. الخلفية ديالو، الانتماء السياسي ديالو، شكون هو، القبيلة ديالو، أنا لا يهمني. أنا لست محاسب، أنا مش نجي نحاسب بنادم شكون هو، وما غاديش نجي نحاسبني الراضي شكون أنايا. وأنا دوك اللي مشاو لفرنسا وتبرع التوليف ديال الدولة يتحمل المسؤولية ديالك، لأن الدولة هي اللي من حقها تحاسبه، لأنه مواطن مغربي حتى ولو أخذ الجنسية وتمرد على المغرب، يبقى مواطن مغربي له حتى مهما فعل. ولكن أنا تضامنت معه أنه تم الطرد ديالو من طرف الإذاعة الوطنية، وهذا هو اللي خلاني نضمنت معه. ونزيدكم أكثر من ذلك، الفكرة ديال التضامن في حد ذاتها هو موقف نضالي منا كموقع إلكترونية بلدية بركان، وواحد الباب من أبواب التعريف بركان. باش خدم الخدمة تقول أنت الراضي الليلي هو واحد المذيع اللي خدم الإذاعة الوطنية وعنده اسم موازين داخل المغرب. مين تضمنوا احنا كمدينة بركان كنضمنوا مع كموقع إلكترونية مازال كعندي، هي واحد البداية انك تعرف باقليم بركان وخدمت على اقليم بركان. لان خدمة كتقول له بركان اللي تضمنوا مع الراديو الليلي، لان كانت هناك واحد المتابعة اعلامية لهذه الشخصية هذه، لانه ماشي شخصية عادية. وهذا هو اللي خلاني درت النقابة وفكرت في الرابطة وفكرت في الملتقى الجهوي، لان لو كان ماشي مكودي ما كان مكودي لولا الملتقى الجهوي لما كان شيء بمدينة بركان، ماشي كنقصي الاخرين كتقصيش الاخر. ولكن كنقول لك ودي يعني 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 صادق يعني لو كان تجي تشوف مدينه بركان وبهاد العشوائيه ديالنا كمواقع الكترونيه، وحنا مازال في البدايه ديالنا ومازال كنتعلموا، استطعنا اننا نديروا واحد الملتقى جهوي اللي جات فيه الوزاره، جات فيه الكاتب عند الوزاره وجا فيه رئيس النقابه، وكانت اول تجربه في المنطقه الشرقيه. ملي كتكلم المنطقه الشرقيه ما كتكلمش على بركان، كتكلم على وجده، الناطو، الحسينه. والتجربه ديال اليوم اننا موقفناش عند عبد الله البقالي رئيس النقابه وعند السيد الوزير، اليوم كاين وزير اخر هو السي محمد الاعرج، وكاين السي يونس مجاهد كرئيس مجلس الوطني للصحافه. يعني اليوم هناك اضافه اخرى هي رئيس مجلس الوطني، ومازال كان الطموح ديالنا بعد هذا التاجيل ان شاء الله من رمضان اننا غادي نطلع للرباط ان شاء الله، ومن بعدها نلتحق بكازا باش انا ندير شراكه مع المعهد العالي للصحافه والاعلام في الشخص ديال الاداره ديالو، باش تكون ان شاء الله واحد الملتقى قوي
بالقوه ديال الشراكات اللي درنا اليوم بين النقابه الوطنيه وبين الوزاره وبين الرابطه وبين جامعه محمد الاول. اللي من المنبر كنشكر السي محمد بن قدور اللي رحب بيا وش عنده المقر ديال الجامعه واستقبلني وطرحت عليه الفكره وقبلها. وما ننساش انني كما قالوا نحييه على انه رغم انه ما كيعرفنيش ولكنه تقبل الفكره وقال لي ممكن انني نساعدك وهذا شرف لينا. مرحبا. وفي القفص الذهبي كما قالوا والله انا بحالي بحال ايها الشباب. حتى انا كنفكر نتزوج حتى انا كنفكر ندير ابناء ديالي كنفكر ولكن كنقول يعني انايا خديت واحد المرحله وخايف انني نتزوج ونظلم هذه البنت نتزوجها لانني انا ظالم الام ديالي غير انا اللي عندها ولد. وكنشوف اني كنفيق مع الصبح مع السبعه ولا مع الثمانيه كنخرج ما كنتغدى معها ما كنتقهوى معها ما كنتعشى معها. يعني الام ديالي شي مرات كتشتاق ليا ديما خارج راني هنا راني لهنا حتى ملي كنجي للدار كنجي مثلا كتجي عندي كنقول لها قدام انا عيان يسمحي لي كنطيح من الناس. انا كنشوف راسي انني انا غير منصف مع الام ديالي وراها الام ديالك مهما فعلت معها ودرت معها الا انها كتسمح لك وكتقول ولدي. اما الزوجه غادي تتعامل معك كزوجه عندك اولاد عندك زوجه خصك تعطيها حقها. وخايف انك كما نقولوا انني لا تزوجت انني نقول باي باي للصحافه وديك الساعه قطعت لي خوالك وما اتصلتش بك وما جيت لعندك. انا كنقولها وكنقولها حنا من موت يدفنونا الرجال والكفن ما عنده جيوب. يعني الانسان مهما حاول انه يخدم راسه ولكن صنع السبب كان الدنيا وحسن كما احسن الله عليه. كل شيء كنفكروا في الدنيا كنفكروا نديروا حتى حنا الطوموبيل كنفكروا حتى حنا نتزوجوا كنفكروا حتى حنا نديروا الدار ديالنا. امر طبيعي حياه اي انسان هذه مرتبطه بالحياه ديالو الشخصيه ديالو خصو حتى هو يكون راسه. ولكن دائما الانسان يحاول ما امكن الكمال لله يحاول ما امكن انه يكون نقي. اذا ما قدرش يكون نقي ينسحب انا من هذا المنبر هذا كنوجه رساله للمسؤول الاقليمي بركان رئيس المجلس البلدي رئيس المجلس الاقليمي رئيس شركه افيردا مجموعه الجامعات الى عامل اقليم بركان الى الباشا رجال الامن ورجال الامن كنقول هذا رجال الامن كنقول انا ماشي كلشي رجال الامن يعني ذو المستوى ولكن فيهم بعض الاشخاص يسيئون الى مهنه الامن ويسيئون الى هذا المصيب هذا. وكنتمنى من هذه الرساله ديالي هذه ان المسؤولين يعطيو واحد الاهتمام بهذه المدينه هذه ويخدموها. راه اذا ما قدرتش تخدم على الاقل الانسان كيحاول انه يخدم هذه المدينه هذه. لاننا كنشوفوا ان مدينه بركان اليوم حاليا راه تسير الى الهويه وهذا راجع لعده مقاهي راه كتنشا في مدينه بركان وخصوصا بالمحيط ديال المؤسسات التعليميه. عده مقاهي كتنشا داخل الاحياء الشعبيه وبالمحيط ديال المؤسسات التعليميه واللي كيشتغلوا فيها فتيات قاصرات وكيكون فيها عمليه تدخين المخدرات وبيع المخدرات في المؤسسات هذا. وهذا الشيء والله انتشر في مدينه بركان وكنشوفوا ان لا عمليه اقليم بركان ولا المسؤولين الامنيين حتى الامن ما داش خدمته. كنشوفوا ان عده مقاهي قريبه من المؤسسات التعليميه وداخل الاحياء الشعبيه فيهم بنات. بعض المقاهي فيهم 5 ديال البنات كيشتغلوا فيهم ولكن لا حياه لمن تولد ما عمروش في شي حمله امنيه لهذيك المقاهي هذيك باش انها تتحرر. في الختام ديال الحوار ديالي كنتمنى انني نكون ضيف عزيز على هذا الموقع ديال البركان 49 وكنتمنى انني نكون دائما عند حسن الظن ديال الاخوه اللي كيتراسلوا معايا خصوصا الجاليه المغربيه اللي صراحه اغلب النداءات اللي درتها عبر طريق الفيسبوك عن طريق الموقع للناس اللي كيحتاجوا للعمليه كذا كنت كنتلاقى واحد الاقبال كبير من الناس ديال الجاليه. وربما يمكن انا الوحيد اللي اغلب الناس ديال الجاليه المغربيه كيعرفوني من خلال الفيديوهات ديالي اللي درت في الفيسبوك ولا في الموقع. وكنشكرهم هذا المنبر هذا وكنوجه واحد النداء
ونتمنى هذا النداء هذا يكون الاخر. انني كنرفع التحيه للسيد عبد الله البقالي وكنقول له مازال منضمن معك ليس لانك رئيس النقابه ولكن لانك انت يا فعلا شخصيه وطنيه صحفي للبلاد محتاجه بحالك. كنضمن معك ومازال غادي نضمن معك في اي مرحله وفي اي معركه وفي اي اخر غادي تلقى هذا الابن البار ليك تلقى في هذيك المعركه هذا. وفي نفس الوقت كنوجه واحد الشكر للسيد محمد غزالي الكاتب العام ديال الوزاره اللي جا في الملتقى وشرفنا بالحضور واللي تحمل العناء. وكنشكر السي مصطفى الخلفي اللي رغم كل شيء كنا كنتمنى انه يحضر في الملتقى ولكن ما حضرش. كنقول له شكرا انك استقبلتي في المكتب ديالك اكثر من مره وعطيت فرصه لهذا الانسان الهاوي اللي يدخل هذا العالم ديال الصحافه عن طريق الصدفه. استقبلته وعطيته فرصه انه يعبر عن الراي ديالو ويخرج للوجود هذاك الملتقى الجهوي اللي هذا المنبر هذا كنقولها صادق. كنشكر الاخ البكاي قاضي اللي ساعدني بشكل كبير في الديزاين في كل شيء. يعني كما نقولوا كاين البكاي كان دائما كان جنبي وكنت ديما كنت كنتصل به بشكل يومي في الصباح في العشيه بالليل يعني بهذا المنبر هذا. وكنشكر انه تحاور معايا وكنتمنى يعني اي انسان انا كنتحاور مع الناس اللي كيتفرجوا في اللايف. اي انسان الا عنده اخطاء الله عز وجل خلق ادم وكلم ادم وقال له يا ادم لا تقرب هذه الشجره واستطاع الشيطان انه يزله ويخرجه من الجنه. سيدنا موسى كان نبي الله وكان كليم الله ولكنه من امتحن ربي مع الخضر سيدنا موسى ما قدرش يصبر وفي نفس الوقت قتل واحد النفس عن طريق الخطا دفاعا عن شخص اخر. يعني اي انسان سيدنا يوسف مين كان داخل الحبس قال له ادخلني عند ربك يعني ادخلني عند الملك. ربي سبحانه ماشي عاقبه ولكن عطى له البرهان انه 77 هو داخل السجن. انا بحالي الناس انا كنرتكب اخطاء حتى انا بحالي البشر ممكن نصيب ممكن نخطا ولكن لا غلط نتمنى الانسان انه ينصحني وانه كما نقولوا يساعدني لانني بشر انا ماشي كامل لله عز وجل. انا ماشي واحد الشخص متكامل ولا واحد الشخص اللي مثالي خص تلقاني دائما كما نقولوا في الطوب ولا انا ما نغلطش في اللغه العربيه ولا ما نغلطش راه الخطا وارد في حياه الانسان. راه حتى الله عز وجل في الايمان بالله عز وجل قال الذين امنوا ثم امنوا ثم كفروا يعني حتى الايمان في حياه الانسان كتنقص وكتزيد. يعني ما عرفتش كيفاش كنقول لكم يعني كنشكر الاصدقاء اللي ساعدوني كنشكر الناس اللي كيوقفوا معايا ودائما غادي نكون ابن هذه المدينه ديال بركان مدينه بركان المقهوره المهمشه مدينه بركان اللي مازال ما ركبتش القطار التنميه وما عمرها تركب القطار التنميه مادام كنشوفوا اليوم ان هناك واحد الاقصاء من طرف الابناء ديالها وماشي غير المسؤولين. هنا احمل المسؤوليه لفعاليه المجتمع المدني الفعاليات السياسيه اللي اليوم بدات تضرب المصلحه السياسيه ديالها مع المسؤولين على حساب المدينه والفعاليات المجتمع المدني ولا تضرب الحسابات الماديه المنح على حساب المدينه ديالها. اقول لك الا كان عندك شي مشروع وكنت مامن به اقسم لك بالله حتى تنظموا بدون اي شيء غادي ربي يوفقك لانك المشروع اللي كان عنده خير هذه المدينه هذه غادي ديره ما تحتاجش للمنحه. تحيه للجميع وشكرا.